قتلته خطأ يعني ما لي ذنب. قال هذا من عمل الشيطان، جعل موسى يحدث نفسه أنا المفروض ما استعجلت، هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب اغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. دائما العبد إذا اعترف بذنبه واستغفر الله غفر الله له. أهم شيء لا يتكبر، لا يقول يا أخي عادي كل الناس يشربون خمر، أنا سجدت لصنم أنا شربت خمر، يا أخي كل الناس يتعاطون خمر، يا أخي عادي أنا وقعت في الفاحشة إيش المشكلة، غيري يقع كل يوم بفاحشة أنا بس مرة زنيت، ما يعترف بذنبه. لا، العبد يا جماعة إذا انكسر وذل وقال يا ربي أنا آسف أنا غلطان أنا آسف أنا آسف، خلاص الكريم سبحانه وتعالى يغفر له ويعفو عنه. حتى أنت يا أخي مع أولادك مع زوجتك مع أي أحد ربما يكون تحت يدك، لو أن ولدك عمل شيئا ثم جئت قلت يا ولد أنا ما قلت لك 20 مرة ما ترجع ما تتأخر عن الساعة 12 في الليل، وين كنت أمس الساعة إلى الساعة 1؟ فقالك يا أخي أنا خلاص شباب أستمتع بحياتي أنت عبدني، سيزيد ثورانك عليه وربما ضربته وربما طردته ويحصل بينكم مشكلة، أليس كذلك؟ لكن لو أنا قال أنا آسف يا أبي والله أنا آسف أنا والله غلطان، بس والله كان الجوال طافي ولا كان معي ساعة، وأسأل الشباب كم الساعة يقولوا لي لسه الساعة 10 للساعة 10 لأنهم فرحانين جلستي معهم، أنا آسف والله أنا غلطان، المفروض أني فعلا أتأكد أبد أنا ابنك وفعل فيني اللي تريد. أليس يحرجك بهذا الأسلوب ولا لا؟ خلاص كأنما أنت نار وصب عليك ماء، حتى لو أردت أنك تصرخ ما تقدر أنك تصرخ، حتى الزوجة لو فعلت ما فعلت ثم قالت أنا آسفة حقك علي أنا والله فعلا غلطانة وما أكرر هذا الخطأ مرة ثانية، ولا أنت زوجي وأبو أولادي والله أنا أحبك أكثر مما أحب نفسي، وأعطتك كلمتين حلوات، أليس الثوران الذي عندك كله يذهب؟ موسى عليه السلام يتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى، ضرب الرجل مات ما قال أنا أصلا ما تعمدت أقتله، بعدين أنا قصدي خير أنا كنت أنهي مشكلة في الشارع، هو بعدين هو اللي معتدي على الرجل وضربته ما أنا ما عملت شيئا وذهب، لا أنا فعلا غلطان المفروض أني أضربه بيسر وأبعده قليلا، ما هو أضربه كأني أضرب لي جبل. قال ربي اغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا ربي بأنك أنعمت علي وجعلتني قوي، القوة هذه يا ربي لن أستعملها ظهيرا للمجرمين، ظهير يعني مساعد ومعاون، لا يا رب، مثل ما قال الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير يعني معاون ومساعد، كما قال سبحانه وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فظهير يعني مساعد ومعاون ومناصر. فيقول يا ربي أنت أنعمت علي بقوة، أنا استعملت يا ربي في شيء خاطئ قتلت رجل، هالنعمة لن أستعملها في معصية مرة ثانية. مشكلة بعض الناس اليوم يستعملون عددا من النعم في المعصية، أتاه الله مالا أتاه قوة في بدنها أعطاه ذكاء أعطاه خبرة في الإنترنت أعطاه قدرة على الإقناع أعطاه جمال في وجهه أعطاه، بدأ يستعملها في معصية، أنت بدأ تستعمل نعم الله عليك في معصية. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الناس استيقظوا بعد الظهر، واللي طالع للغنم واللي طالع للمزرعة واللي طالع يشتغل، إلا والله رجل مقتول في الشارع، من قتله من قتله يا جماعة وين أهله وين، صار ضجة في المدينة، ما يعرف أن موسى قتله إلا من البشر إلا اثنان، موسى ومن الثاني اللي يعرف الرجل اللي من بني إسرائيل. موسى عليه السلام خلاص ساكت، لما جاء من غد يقول الله سبحانه وتعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، ترقب لا أحد عرف ولا يمشي بين الناس السلام عليكم كيف حالكم، ها في أحد داري عني إني أنا اللي قتلت الرجل أمس ولا لا، ما في أحد يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، هذا يبغى يكون عصابة مع موسى، كل يوم نقتل الواحد يا موسى، الرجل اللي أمس مسوي مشكلة مع واحد عمل مشكلة اليوم برضو مشكلة. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه موسى تعال تعال هذا بعد طقني اليوم، تعال أمس ضربني أمس هذا بعد اليوم يضربني، موسى موسى أنا من جماعتك وأنا من كذا، وموسى أمس وراء من موسى عليه السلام ضربه مات الرجل، تعال بالله يضربه ثانية
كل يوم أي واحد يضربني أستغيث بك. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. موسى يمشي وخايف لا أحد يدري عن قتل أمس إلا هذا، يقول موسى موسى هذا يضربني. قال له موسى إنك لغوي مبين، أنت أصلا صاحب مشاكل. معقول يعني إن كل واحد يعني الناس هم اللي يعتدون عليك دائما، أنت صاحب المشاكل. هذا مثل واحد من الشباب أبوه كان يحذره دائما من يعني إحداث مشاكل مع الناس ومن السرق أحيانا من محلات. يوم من الأيام عمل عمله وسجن، فذهب أبوه يزوره في السجن. فالولد يقول يا أبي والله العظيم ظالمني والله. قال يا ولدي الشارع مليان شباب في مثل سنك، ليش اختاروك أنت يظلمونك من بينهم؟ لا يمكن، بينك وبين الشرطة عداوة. ليش أنت في ألف واحد في الشارع، ليش أنت لوحدك أخذوك حطوك في السجن؟ هذا يدل أنك أنت عندك مشكلة. فموسى عليه السلام يقول للرجل أنت أصلا صاحب مشاكل، إنك لغوي مبين. ثم جاء موسى غضبان متوجه إلى الاثنين. موسى قصده أنه بيضرب المصري أيضا، يعني هو ناوي يضرب المصري. فلما أراد أن يبطش، يقول الله فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. تكلم هذا من بني إسرائيل، خاف أن موسى يضربه، هو جاي موسى وغضبان ينظر إلى الاثنين، وموسى في نفسه سيضرب المصري، لكن هذا الإسرائيلي اللي من شيعة موسى من شدة الخوف قال والله شكله بيضربني، ما دام قال إنك غوي مبين معناه الضرب اليوم علي، وأمس الرجل ذب قتله بضربة، الله اليوم ينهيني بضربة. فقال قال يا موسى أتريد أن تقتلني؟ أنا ما أقتلك، أنا بضرب الثاني، لا تفضحنا. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ها؟ كم نفس قتلت بالأمس؟ نفس واحدة. إذا موسى اللي قتل. ثم بدأ هذا الرجل يعمل نفسه ناصح، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. ما شاء الله، أنا اللي جبار وانت كل يوم ضارب لك واحد في الشارع، وما تريد أن تكون من المصلحين. الله انقلب واعظا لموسى وناصحا، وهو أصلا صاحب مشاكل. فلما رأى موسى، طبعا بعض الناس هذه أحيانا يكون صاحب مشكلة ومعصية ومع ذلك يعمل نفسه واعظ. هذا مثل ما ذكروا، قالوا مرة واحد حرامي قفز في بيت، وكان في البيت خزنة حديد مليئة بالفلوس، خزنة كبيرة جدا حديد. فالحرامي هذا جاء واستطاع أنه يسرقها، يسرق الفلوس من الخزنة وكسر الحديد وأخذ الفلوس. فلما عرض أمام القاضي والصور الخزنة مكسرة، فالشيخ القاضي يقول للحرامي أنا لا أتعجب أنك حرام، ولا أتعجب أنك سرقت فلوس، ولا أتعجب أنك تقفز في البيوت وتعمل مشاكل، أنا أتعجب من شيء واحد. قال ما هو أيها القاضي؟ قال كيف استطعت أن تكسر الحديد؟ يعني نحن ما شفنا آلات في الصور، ما في أي آلة، وكيف استطعت تكسر الحديد؟ فكيف؟ حديد صلب، لو تفجر بقنبلة ما انكسر، كيف استطعت تكسر الحديد؟ بين لي. فقال يا أيها القاضي أما سمعت قول الشاعر ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد؟ ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. قال ما شاء الله، يعني أنت متقي والله يلين لك الحديد كما ألانه اللي داود، ثم طبق عليه أعظم العقوبات. فالمقصود بعض الناس يكون أحيانا مخطئ وحرامي ويعمل نفسه ناصح. فهذا الرجل يقول يا موسى أن تريد تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بدأ الخبر ينتشر عند الناس، إذن اللي قتل الرجل أمس موسى، وفرعون من زمان يريد أدنى خطأ على موسى ليقتله من زمان، لكنه ما هو لاقي سبب، يبحث عن سبب بس حتى يعني يضرب موسى، لكن ما هو لاقي سبب. وقد كان الناس في السابق لما يبغوا يعملوا، أما يبغوا يعني يقتلوا أحد أو شيء، لازم يرون جريمة حقيقية حتى يقتلوه. ليس مثلنا اليوم لما أمريكا تبغى تضرب العراق تقول والله عنده أسلحة دمار شامل، تعالوا نبحث عنها، يلا اضرب اضرب اضرب، بعدين والله اكتشفنا ما في دمار شامل عنده، والله يعني احنا غلطانين. تبغى تضرب بلد ثاني اضرب، بعدين والله اكتشفنا. يعني نحن اليوم الظلمة يصطنعون اشياء غير حقيقية،
فرعون وهو فرعون ما هو قادر أن يقتل موسى.